السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في العراق في مدينة بابل جعل الله ملكين فتنة للناس، فكان يعلمان الناس السحر، وإذا جاءهما أحد ليتعلم قال له إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومضى الوقت ومضى الزمان حتى جاء سليمان عليه السلام، وبعد موته أخرجت الشياطين كتبا للناس وقالوا بهذا كان يحكم سليمان، فأخذوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أزمة أخلاق. معنا ومعكم فضيلة الشيخ أيمن المصري القائم على البرنامج. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. اهلا بك استاذ محمد، واهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. اهلا وسهلا فضيلة الشيخ. حلقتنا النهارده حلقه خطيره جدا، قويه جدا، اوعى تروحوا في اي مكان. حلقتنا النهارده بعنوان اخطر انواع السحر. احب انوه ان احد متابعي البرنامج تواصل مع الشيخ ايمن وعنده ابنه مصاب باعاقه في ايديه ورجليه، يعني اعاقه كامله في ايديه ورجليه، والحاله خطيره والحاله يعني ومحتاج مساعده. يعني بيناشد اهل الخير، قال للشيخ ايمن عاوزين نناشد اهل الخير لان ابني محتاج عمليه عشان يقدر بس يمشي، يقدر يتحرك من مكانه، والعمليه تتكلف 20,000 جنيه. فبيناشد اهل الخير اللي يقدر يساعد الحاله، واللي عاوز يتواصل مع الشيخ ايمن عشان يوصله بالحاله الارقام هتبقى ظاهره على الشاشه ان شاء الله يعني. وما تنسوش تتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك، صفحه الشيخ ايمن المصري، صفحه محمد الزغبي، قناه الشيخ ايمن المصري على اليوتيوب. بدايه شيخ ايمن، الحلقه النهارده حلقه خطيره، مستعد؟ نسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. امين امين يا رب. انواع السحر، السحر هل هو نوع واحد ولا انواع كتير؟ يعني الناس بس تقول لي السحر ده سحر تخيل بس، ما فيش الا السحر التخيلي اللي هو ذكر ايه في القران، فهل هو نوع واحد ولا انواع كتير؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين، وما بعد. مشاكل بل وآلام وعناء تعيش كثير من الأسر المسلمة والغير المسلمة مع هذه الأخطار الجثيمة العظيمة التي ما بها من آلام وبها من أشياء يعني تتعب وتوجع وتؤثر في الأبدان، لأن السحر من أشد أنواع الابتلاءات، ما به من آلام وبه من أوجاع وما به من أسقام. وإحنا عرفنا أن السحر فيه أو منه ما يمرض، ومنه ما يؤثر في الأبدان، ومنه ما يقتل. فنسأل الله، نسأل الله يعني العفو والعافية، وأن يعافي كل مبتلى، لأن الذي يعني يضر وينفع هو الله. والصحراء مهما ان وصلوا بقوتهم وقدرتهم ومكانتهم او امكانياتهم ما بيضرش حد الا باذن الله. نعم. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فالسحر انواع كثيره. اللي قالوا ان السحر لخصوا في التخيل او التخيل هم المعتزله. لان هم بيقولوا ان السحر ليس له حقيقه، لكن عندي اكثر اهل العلم السحر له حقيقة. يعني ليس له حقيقة أو له حقيقة يعني عند المعتزلة يقولوا إن هو مجرد خيالات، سحر تخيل، زي ما حصل مع سيدنا موسى، ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. مجرد تخيل بس إن 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 الحياة بتسعى، أو بيتخيل مثلا إنه بيرى أشياء، فهم لخصوا بالتخيل. لكن السحر أنواع، حتى في سورة البقرة كما ذكرت، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. يبقى في سحر كمان اهو اللي ذكر القرآن، وده أكثر أنواع السحر انتشارا. هو سحر التفرقة. التفريق. اللي يفرق بين الراجل وزوجته.
واللي ده أفضل حاجة عند إبليس. أفضل شيء عند إبليس إنه يعمل إيه؟ يدمر ويشتت البيوت. يعني أفضل عمل عند إبليس إنه يفرق بين اتنين ويدمر، يفرق بين الرجل وزوجته. حتى إبليس كده بيضع عرشه على الماء، كل يوم كده بياخد التمام من الشياطين الصغيرة أعوانه. كل واحد يقول له، واحد يقول له أنا خليت فلان يزني، واحد تاني يقول له أنا خليت فلان يشرب الخمر، واحد تاني أنا خليت فلان يعمل يسرق. يجي عند واحد يقول له أنا فرقت بين راجل وزوجته، تخيل بقى ده ياخده في حضنه ويقول له أنت، أنت نعمة، أنت أنت ابني حق، أنت اللي فيهم. يعني التفرقة عند إبليس أحب إليه من الزنا ومن أكل الحرام. ما هو التفرقة أنت بتشتت أسرة. في أولاد، الأولاد دولت مصيرهم هيكون فين؟ تخيل أنت كده لما أسرة تفكك تشتت، خلاص الأولاد بقى هيضيعوا. أو إن مثلا الأم تزوجت هتعيش مع رجل آخر، هل هيعملهم زي أبوهم؟ والعكس لو عاشوا مع أبوهم وتزوج بامرأة أخرى، هل الأم زوجة الأب هتعملهم زي أمهم؟ لا طبعا. فدي أفضل حاجة عند إبليس، إن هو يخلي المجتمع كله مشاكل. ودي أكتر حاجة احنا ملتمسينها في أيامنا دي، إن في مشاكل كتير في بيوت، في تعب، في عناء، لأنه ده أهم حاجة عند إبليس، بيركز دايما أن هو يفرق بين الرجل وزوجته. معنا مداخلة هاتفية الأستاذة مي من الجيزة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. عايز اكلم الشيخ ايمن. اتفضل معاك الشيخ ايمن. اتفضل. دلوقتي في مشاكل بيننا يا شيخ، انا وزوجي يعني وكده، دايما مشاكل على طول على طول على طول مستمرة، وانا معايا اولاد منه بدون سبب كده لوحدين. بتصلوا يا استاذة مي ولا ما بتصلوش؟ لا والله بصراحة يعني أنا متصلة عشان أقول لحضرتك أنا بصلي وهو لأ. طيب يا ماما، أهم حاجة الصلاة الصلاة الصلاة، ثم لازم نجعل بيوتنا فيها لها نصيب من القرآن. تشغلي سورة البقرة كل يوم كده في البيت، وإن شاء الله تبصي تلاقي الأمور بقت هادية والحياة بقت جميلة إن شاء الله. شكرا أستاذ مي. شيخنا، وصلنا لحد ان التفرقة بين الرجل وزوجته احب عمل الى ابليس. ده يعني من اشهر انواع السحر، سحر التفريق. احنا عندنا انواع كثيرة، يعني ممكن تصل ل 17 او اكثر. سحر التفريق، سحر التنجيم، في سحر الجنون، في سحر القتل، في سحر الهواتف، في سحر المحبة، في سحر المرض، في سحر تعطيل، انواع كثيره جدا. احنا محتاجين حلقات كتير نتكلم عن انواع السحر. طبعا احنا لازم ان شاء الله يعني ان ربنا اكرم وكلنا يعني في العمر بقيه كما يقولون، او يعني لسه لنا يعني امد او اجل، ان شاء الله نتكلم عن كل نوع ونتكلم عنه بتفصيل يعني افضل واكثر. وزي ما فضلتك عارف دي أزمة حقيقية فعلا بتواجه المجتمع. يعني فضلتك بتشوف المكالمات، كمية المكالمات اللي بتيجي بعد البرنامج مهولة عن موضوع السحر بالذات. يعني والله أنا 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 طبعا حضرتك عارف أنا ساعات ما برضاش أتكلم عن موضوع السحر، لأن أنا بتعب. أنا بتعب من كثرة المكالمات. الناس تعبانة، الناس موجوعة، إحنا المجتمع يعني والله كل واحد معافى يحمد الله على ما هو فيه من النعم، لأن في ناس تعبانة جدا. انت بص تلاقي واحدة عندها سحر بقاله 15 سنة ولا 20 سنة، واللي كان ناجح جدا في حياته واصبح معدوم لا حول به ولا قوة، من ثراء يعني الى يعني ضنك في المعيشة، بعد ما كان معاه اموال كثيرة اصبح مديون. يعني السحر قد يكون سبب في تغير الحال جدا. ما هو احنا بنقول بقى لما ازاي اعرف ان انا مسحور؟ لما الاقي في حاجة فعلا ظاهرة جدا في حياتي، هنا ابتدي اقول ان انا ممكن يبقى معمول سحر او محصول. او واخد عين، لكن مش ان انا ما اعلقش كل حاجه بتحصل في حياتي ان انا معمول لسحر. هي بيبقى لها تاثير قوي. طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك ان السحر بيؤثر على الطاعه. تبص تلاقي نفسك انت كنت كويس بتصلي وتؤدي فرائضك، لمره واحده انت بتهجر الطاعات، بتتحول زي ما بيقولوا كده 180 درجه.
بعد ما كنت معافى في جسدي ابص الاقي في امراض واوجاع، ابص الاقي في اوجاع وملهاش اسباب. يعني اروح اكشف الطبيب يقول لي انت ما عندكش حاجه، وجع مثلا او مغص باستمرار، ابص الاقي جسمي في النازل بعد ما كنت بصحه والاقي جسمي في، واكشف ما فيش حاجه، الدكتور انت ما عندكش حاجه. في الحته دي ساعتها بقى ابتدي اعرف ان انا عندي سحر او واخد عين، واسال الله، اسال الله ان يعافينا يعني ويعافي كل المشاهدين من هذا يعني الابتلاء العظيم. فضلتك اتكلمت على ان في انواع كتير من السحر، طبعا قلنا الوقت مش هيسع ان احنا نذكر جميع الانواع، فعاوزين نتكلم عن اخطر انواع السحر. ايه هو اخطر انواع السحر؟ اخطر انواع السحر السحر الاسود. السحر الاسود اللي بيقولوا عليه السحر السفلي. نعم. وده يهدد ويعني بيتعب جدا اي انسان اصيب به. السحر الاسود ده اللي هو بيعمله اللي بيقولوا عليه الشيخ السفلي، طبعا هو لا شيخ ولا شيء، ده دجال، ده ساحر، ده مشعوذ، ده نسأل الله ان يعني يريه من العذاب في الدنيا قبل الآخرة. لان السفلي او السحر السفلي عشان يصل الى هذه الدرجة او لتأثيره بيكون قوي، لانه بيتنازل معاهم اي مع، ما هو طب احنا قلنا ذكرنا ان في معاهدة بينه وبين الجن عشان يبقى ساحر، ويخصصوا له جنود في خدمته من المرضى او من الجن او من الشياطين، لازم ان يتنازل باكبر درجه من الفساد واعمال التخريب. نعم، لازم يتنازل باكبر قدر من اعمال التخريب والفساد. هنتكلم ايه هو التنازل اللي يعمله بعد ما ناخد المكالمه. الاستاذ اقبال من سوهاج، السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. الله يكرمك. الحمد لله تمام. بارك الله فيك. بصي يا فندم، عايز اسال عن سحر التعطيل. سحر التعطيل وكيفيه العلاج منه. وايه؟ تاني سحر التعطيل ايه؟ بقول لك سحر التعطيل وكيفيه العلاج منه. انا لي صديقه يعني بتعز عليه خالص، معمول لها سحر تعطيل للناس اللي حواليها او الناس المحيطه بيها، لما يجربوا منها تتعطل امورهم. الكلام ده صحيح ولا لا؟ تعطيل ايه طيب؟ يعني هي بتعطل لها ايه عشان نبقى يعني مثلا هي بتتعطل لها كل حاجه، انا مثلا صاحبتها لو قلت لها على حاجه ممكن تتعطل، لو عرفتها على حاجه من اموري ممكن تتعطل، ولا حصل معاي وانا يعني عانيت منه. انا مش عارفه يعني ايه صحه الكلام ده وكده. لا بصي، هو غالبا التعطيل لما يبقى للنساء بيتعمل بتعطيل الزواج. واحدة مثلا في بينها وبين صاحبتها أو في مشاجرة أو مشادة بينها وبين أي أحد من الجيران، أو مثلا واحدة غيرانة منها إنها مثلا جميلة بيتقدم لها عرسان أو ناجحة في دراستها، واحدة زميلتها في الدراسة شايفاها متفوقة تقول أنا هنتقم منها. تعمل ايه؟ تروح لساحر تقول له انا عايز ادمر مثلا الفلان الشخص الفلاني، فبياخد طبعا بيتغاضى اجر عشان يعمل السحر. فلما بيعمل السحر بتعمل لها سحر مثلا تعطيل زواج، يجي تقدم لها شاب او رجل ما يحصلش توافق. والموضوع ده ما بيجيش من اوجاعهم، يقولنا ما نعلقش حياتنا من مره او اتنين او ثلاثه، لا، لما الموضوع فعلا يبقى ظاهر جدا في توافق بينك وبين العريس اللي جاي وشايفاه مناسب ليكي وشخص كويس، ومثلا يقول لك ايه خلاص هنيجي اليوم الفلاني عشان مثلا نعمل نتفق مثلا على التكاليف او امور الفرح وما يجيش، وبالذات لو كرر اكتر من مره الموضوع. الله يفتح عليك. ابتدي انا اقلق. وطبعا اي سحر بيبقى ليه تاثير قلنا على الابدان. اللي معمول لها سحر دايما يا اما هتشوف كوابيس، هتشوف احلام مفزعه، بتشوف مثلا دم، بتشوف فئران، تشوف سحالي، تشوف تعابين، فلازم ان هيبقى فيه كمان دلائل. ثم ان هي كمان هتبقى بعيد عن الطاعه زي ما قلنا، اللي بيبان على الشخص بيبان انه مش عايز يصلي، مش عايز يذكر، مش عايز يصوم، هاجر الطاعات، يجي يسمع قران مش قادر، بيبان على جسمه بالهزلان ان هو بيخس بطريقه غير عاديه. فما برضك زي ما شوف احنا بناكد ما نعلقش حياتنا على كل حاجه ان هي تعطيل. شوف التعطيل اهو قلت لك شويه علامات في لو العلامات دي انطبقت عليك تعرف ان انا معمول لي سحر تعطيل. هتعملي ايه؟
هتعملي ان انت تسمعي سوره البقره كل يوم وسوره الجن، تسمعيهم، حطي السماعات كده في ودنك الهاند فري واسمعيهم بالاذكار. وطبعا قبل اي شيء الدعاء، الدعاء، الدعاء. من الذي انزل هذا البلاء؟ الله سبحانه وتعالى. الله تبارك. ومن الذي يكشف هذا الضر؟ الله سبحانه. هو الله. فبالدعاء ادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يرفع عني هذا الامر او هذا الابتلاء. دعاء دعاء دعاء، قراءه سوره، سماع سوره البقره. احنا ليه بنقول اسمعها؟ لان في ناس كتير مثلا بتتصل بيا اقول لها اسمع سوره البقره، تقول لي طب ما اقراها يا ماما. انت طب انت بتعرفي اتعلمتي القراءه؟ عندك احكام؟ بتعرفي تقراي القران؟ يعني السماع له تاثير برضه. ما هو اهم حاجه في 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 القران عشان يؤثر فيا ان كنت مقروء كويس. انا ما بعرفش اقرا ولا درست ولا على ايد ولا عندي احكام تلاوه، فهقرا غلط. لا، لما اسمع بقى واحد شيخ من اللي انا بحبهم قراءته صحيحه فهتؤثر. انا اهم حاجه عندي التاثير القران. فكل واحد هو معالج نفسه، فعشان كده بنقول نسمع. لو انت كويس في القراءه اقرا. او لو عنده حد في البيت بيعرف يقرا مثلا، مش لازم المريض نفسه يعني. قرأت سمعت سوره البقره، حسيتي بقى وانت بتسمعيها في بتتوبي، في خمول مش قادره تسمعيها، ده بيؤكد ان في سحر. شوف برضك علامات تانية اهو، بالدعاء وسمع سوره البقره والجن وبعض من الصور الاخرى، اي صور في القران بس سوره البقره خصوصا. بفضل الله ربنا سبحانه يرفع عنك هذا يعني الابتلاء. الا نشوف بقى واحد متخصص، واحد من اهل العلم، احنا نقول بقى الشيخ الصح اللي هو الراقي اللي كل شغله بالقران والسنه، يا قران يا اما رقيه من السنه النبويه، نروح له ربنا هيكون سبب، هو سبب لان الشافي هو الله. الله. واسال الله يعني ان يعافي كل المبتلين. امين امين. جزاك الله خير مولانا. بنحب ننوه ان اللي ما قدرش يعمل مداخلات في البرنامج يتواصل مع الشيخ عن طريق رقمه الخاص بيبقى ظاهر على الشاشه. مولانا، وصلنا ان اخطر انواع السحر السحر الاسود او السفلي، يعني الدارج بين الناس السحر السفلي. وقلت ان الساحر لازم يعمل شويه تنازلات، او مش شويه، كتير يعني، تنازلات كتير عشان هو يوصل. هو عامه هو كفر بالله. نعم. نعم. كفر، بس هو بيوصل لاعلى درجات الكفر. نعم. ايه حكايه السحر السفلي او اللي هو الاسود؟ نعم. ان الساحر بيفعل المحرمات والكبائر، كل ما بيعمل الكبائر والمحرمات كل ما ابليس يديله اعوان. نعم. كتير من الجنود معاه اعوان كثيره، فالسحر بتاعه بيبقى مؤثر قوي. نعم. وشديد على اي حاله، بيصل الى ان الحاله من كتر التعب والوجع بتنتحر. نعم. ما هو الموضوع عشان نعرف نفصصه هياخد وقت. نعم. السحر الاسود ده يا شيخ محمد خطير جدا، والناس اللي بتروح يا جماعه الدجالين وصحره مشعوذين، اتقوا الله. نعم. اتقوا الله. كل واحده رايحه تعمل سحر في اختها المسلمه ولا انا بيجي لي تليفونات انا بستغرب. اتقوا الله، حرام عليكم. واحده تتصل بيا، اصل صاحبتي عملت لي وانا عايز انتقم منها، يا ماما اتقي الله ده كفر. واحد اتصل بيا، ده فلان دمرني في اكل عيشي ودخل خد شغلي مني، عايز انتقم منه، اقول له اتقي الله ده كفر. نعم. اتقي الله، في عدل، في ملك، في ملك هو. نعم. بس قول له يعني انت بس كده ارفع قضيتك وقول حسبي الله ونعم الوكيل. ارفع قضيتك الى الله، ارفع قضيتك الى الملك. لكن اروح بقى عشان هو اذاني، اروح انا اعمل عمل كفري عشان خاطر ادمره زي ما دمرني؟ لا لا. انا لو قعدت اقول لك على كميه المكالمات اللي بيجي لي، والشاب اللي بيعمل علاقه مع بنت. نعم. والبنت بتكتشف ان هو بيضحك عليها وهو ماشي كده مع كل شويه مع بنت. تروح متصله بيها، عم الشيخ ده كنت بحبه. يا ماما اهدي بس. طب انت عايزه ايه؟ انا عايزه اعمل اي حاجه انتقم منه عشان انا كنت بحبه فعلا وكنت منتظر ان هو يجي يتقدم لي. نعم. ابتدي افهمها ده عمل كفري. تقول لي اصل صاحبتي قالت لي تعالى اوديك الشيخ وبس، هياخد مش عارف 200 ولا 500 وهيعمل لك حجاب هيخليه يجي لك راكع. يا جماعه ده كفر، ده كفر. هتكفري بالله عشان خاطر تنتقم؟ ما انت السبب، انت اللي فتحت الباب. انت من الاول لو قال لك انا معجب بيك قول له عندي باب مفتوح، روح اجلس مع والدي. لو انت فعلا صادق روح ادخل من الباب. لكن انت تفتح له الباب ولكن تقول عايز انتقم. وقيس بقى على كده القصص كثيره، واللي تتصل بيا انا نفسي يا شيخ انا عايزك تعمل لي حاجه عشان خاطر زوجي يحبني.
اللي هو بقى سحر المحبه. سحر المحبه وده منتشر جدا، ما تلاقي حتى القنوات على الفضائيات الشيخه مش عارف مين المغربيه المحبه وقلب الحبيب ومش عارف ايه، بيقول لك احنا ما بنأذيش حد، يعني احنا ما بنأذيش، احنا بنعمل خير اهو، ده احنا بنخلي واحد يحب مراته. خلي بالك في سحر ابيض وفي سحر اسود. بيسموه سحر ابيض. هو السحر برضك في اعمال بيعملها لك فيها خير. هو مش بيعملها لك عشان خاطر هو خير. هو عشان اهم حاجه الفلوس. واحده راحت تقول له عم الشيخ انا عايز زوجي يحبني. يقول لها ماشي، خد الحجاب ده بس حطه تحت المخده او مش عارف شيليه فين وهتلاقي زوجك بيعشقك. هو بالنسبه لها بتعمل عمل خير. عايزه زوجها يحبها وبتتصل بيا اخوات كتير كده. واحده تتصل يا عم الشيخ، ايوه ماما اتفضلي، يا عم الشيخ انا عايزك تعمل لي حاجه تخلي زوجي يحبني. اقول لها اعمل لك ايه؟ طب يا ماما مش فاهم، افهم بس اكتر. تقول لي يعني اي حاجه حجاب تخليه. قلت لها حجاب يعني؟ قالت لي اي حاجه مش فارق. قلت لها وحد قال لك يا ماما ان انت بتتصل بواحد دجال او مش عاوز؟ وحد قال لك ان انا ساحر؟ قالت لي ده حاجه حلال اهو. قلت لها ده حرام يا ماما، في السحر الحلال. انت تخلي زوجك يحبك بطريقتك، بجمال كلامك، بحسن سر وسلوكك، خليه يحبك بطريقتك، بادب اخلاقك، تحبك بطباعك. انت لو انت تعاملت معاه بكل ادب وبكل حب وكل احترام، واحنا ذكرنا قصه قبل كده في الحلقه قبل الماضيه على السحر الحلال، انت لو في ايدك بص مفتاح كل رجل في ايد المراه. والله العظيم كل راجل مفتاحه في ايد زوجته. انت بايدك تفتحي قلبه انه يحبك، وبايدك ان انت تخليك رهيك. هو الادب والاخلاق، خليكي انت مؤدبه عشان يحبك. سيب بقى من الاعمال الشركيه والاعمال الكفريه، خليه يحبك بمعاملتك بادبك. انت خليكي انت الجميله، انت الرقيقه، المراه معروفه بحنيتها وادبها واخلاقها. والله لو اتعاملت كده ربنا يكرمك بعيد عن اي شيء. ترى عامله له سحر المحبه. سحر المحبة ده يعني ايه؟ زوجها ما بقاش يقدر يستغنى عنها. لا مؤاخذة يعني انا 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 بستحي من هذا اللفظ، اكنه مثل الكلب. عايز تروح في اي مكان يبقى نفسه يروح وراها. يبقى قدام اهله او اهلها يبقى لازم يبقى قاعد جنبها حبيبها. السحر ده بيخليه ان هو يمارس العادة، بيمارس الجماع معاها بكثرة غير عادية. بص عارف يعني ايه مش قادر يستغنى عنها؟ طب بالله عليكي هو ده حب؟ ده انت كده بتخلي زوجك مذلول امام الناس، مذلول امام الجميع. يقولوا عليه بص اهو راجل الست، ولا بيقولوا عليه ايه؟ ينفع؟ ينفع اعمل كده؟ ده حكمه زي حكم السحر اللي هو اللي فيه اذى، يعني مثلا سحر المحبه يقول لك ما فيش اذى اهو، ما فيش خير. لا لا في حكم كفر برضه. خليك معايا بص يا شيخ محمد، اعلم يقينا ان اي نوع من انواع السحر لازم يبقى ليه اثر على الحاله. انت فرحانه عملت له سحر محبه وحبك وعشقك وبقى يعني بيلهث وراك في كل مكان وقدام الناس، يعني خدت اللي انت عايزاه. بس يقينا سنتين ثلاثه اربعه اخرك وهتبص تلاقي الامراض ظهرت عليه. لان لازما من السحر الامراض، لازما من السحر ينتج عنه امراض. هتبص تلاقي بقى ظهره بقى يوجعه، وقع في مفاصل الركب، بقى مش قادر يمشي. ما هو بيجمع كثير، ما هو ده بيأثر برضك عليه. غير التعب العادي بقى، فاخر سنتين ثلاثة أربعة وهتبص تلاقي نفسك وزوجك وقع منك. انت استفدت ايه؟ والمصيبة تطمن في الأول والآخر، انت عملت عمل كفري، انت وقعت في كبيرة من الكبائر السحر. يبقى انت خسرتي دينك وخسرت كمان زوجك بعد فتره. هتفرحي شويه، هتنبسطي شويه، وبعد كده هينقلب عليها. خلي بالك وقت السحر ده ما ينفك، خلي بالك بقى في حاجه لازم تعرف السحر بيعمل ايه. عمل السحر شهرين ثلاثه اربعه ويروح موقف المفعول عشان الحاله تروح له تاني، تروح له تاني عشان تدفع فلوس تاني ويجدد لها ايه السحر تاني. هتفضلي على طول كل شويه تروح تدفعي فلوس تدفعي فلوس، وفي الاخر لو ما دفعتيش السحر لو وقف هينقلب عليك. هينقلب عليك بقى بكره ببغض. ده فيك كمان حاجه يا شيخ محمد، هي لما بتعملوا سحر محبه هو ما بيحبش حد غيره في الدنيا. بيكره امه ويكره اخته ويكره اي انسان. هو ما بيحبش غير دي، غير زوجته. فانت كده كمان يعني بتعيشيه حياه كئيبه. هو كده بيخسر كل اهله وكل اخواته وكل وامه ووالده. فانت عملت ايه؟ هو ده العمل الخير اللي بتقول عليه؟ ابدا ابدا. ما فيش عمل فيه شر ونهانا الله تبارك وتعالى عنه او نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ابدا ويكون الناتج عنه خير.
جزاك الله خير. يعني موضوع سحر المحبة طبعا منتشر جدا زي ما حضرتك قلت، ناس بيكلموك شخصيا يعني على الموضوع ده، في ناس بيطلبوا يقولوا عاوزين نعمل سحر محبة كتير يا شيخ محمد، فمنتشر بطريقة رهيبة يعني في المجتمع هم بتاعنا. بالنسبة لهم ان ده سحر حلال بقى، انا عايز يا ماما خليه يحبك بالطبيعة زي ما بقول لك كده، بجمال روحك بجمال اخلاقك، انت الاخلاق الجميلة والله العظيم زوجك هيحبك وهيعشقك زي ما انت عايز، مش بالاصطناع. فهو بحسن ادبك يشوفك كده امل الله مطيعه لله مطيعي الله فيه والله مش هيحبك. السحر الحلال زي ما فضلتك ده السحر الحلال. في الافلام بيبينوا لنا بقى ان الساحر او مش عاوز يجي يشوط بخور كده يرميهم في النار ويعملوا كذا ويعملوا كذا، ده السحر اللي بيعمله يعني. فهل السحر ليه طرق معينه لعمل السحر، وهل اكثر من طريقه ولا طريقه واحده؟ او طبعا طبعا ده طرق كثيره. طرق كثيره في طريقة الإقسام. بص كل واحد بيتفق مع الجنود اللي هم مسخرين. إبليس طبعا بيسخر لكل ساحر جنود بتخدمه أعوانه من اللي من الجن. فكل واحد بيبقى فيه اتفاقية مع الأعوان بتوعه. واحد مثلا يتفق معايا مثلا لما تعوزنا أقول كذا كذا طلاسم معينة. بيسموها العهود تقريبا. دي ده 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 زي بيقول ايه السر ان انت تتناديه عايزه. انت محتاجه في شيء بيبقى في بينك وبينه مفتاح او سر، كلمات انت هتقولها هو يحضر ويجي لك، فمحدش بيشوفه ولا حد يحس بيه غيره. يتمتم باشياء يقول كلمات مش مفهومه عشان الجن يحضر. ده دي دي السر اللي هو ليه اللغز اللي ما بينهم من بعضهم عشان يحضر. ففي طريقة الإقسام يقسم على الجن إن هو يحضر، دي طريقة. في طريقة التنجيم هو بيتعامل مع نجم معين في أيام معينة. نرجع بس لنقطة الإقسام، يقسم عليهم بالله ولا يقسم عليهم بالشياطين؟ لا طبعا يقسم عليهم بالله. عشان يبين بس يقسم على الجن إن هم يحضروا. يقسم عليهم بأسماء ملوكهم و طبعا وأسامي هم بيبقوا معرفها لهم. لهم أسامي يعني كثيرة. دي طريقة الإقسام. في طريقة التنجيم. بيتعامل مع نجم معين، هو طبعا كله في الاول والاخر بيصب مع الجن. جن معين بينادي في ايام معينه، الجن النجم بيظهر ويتقرب بقى بالتلصم بتاعته والرقي اللي هو والعزائم اللي بيعملها عشان يسال النجم، وطبعا عن طريق برضك الجن يسال النجم مثلا انا عايز اعمل كذا او الحاجه الفلانيه كذا، بيجمع كل حالاته مثلا في 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 ايام معينه مثلا من اسبوع او ايام معينه من كل شهر حسب النجم اللي بيظهر فيها. النجم اللي بيظهر فيها بيجمع كل الحالات اللي معاه ويبتدي يقول بقى الحاله الفلانيه دي كذا والحاله الفلانيه دي كذا، يبتدي الجن يعرفه الحاله دي عندها كذا وبيحصل لها كذا ويقول لها تعمل كذا. طبعا يقول لها تعمل كذا دي ايه؟ كله اعمال شركيه. ده التنجيم. في طريقه الذبح. واحد ساحر تروح له يقول لك انا عايز طائر بلون معين او شكل معين. دي طريقه. دي بيذبح لمين؟ للشياطين لغير الجن. بيتقرب الى الجن بالذبح. ودايما بيطلب طائر نوع غريب. يقول له مش عارف هات ارنب اسود، هات فرخه سودة، هات مش عارف حاجات كده بيطلبها معينه بيتقرب بها الى الجن. عشان الجن ينفذ طلبه يعمل ايه؟ يروح ذابح. ويذبح لمين؟ يذبح لغير الله، يذبح للجن. فدي طريقه. في طريقه التنكيس. التنكيس ايه هو التنكيس؟ التنكيس بالقران. يروح جايب صور من القران، يروح جايب من الخلف للامام، يكتب ايات مثلا كده على ورقه ويكتب من الخلف للامام. ده التنكيس. التنكيس وده بيستهزئ فيه بالقران. طبعا هو ده حاجه بيتقرب بها للجن. ان انت بتستهزئ بكلام الملك سبحانه وتعالى عشان يلبوا لك طلبك. دي طريقه اسمها طريقه التنكيس. وفي الطريقه السفليه اللي احنا قلنا عليها، يخش الحمام يلبس المصحف في رجله. وده طبعا احنا قلنا اشد انواع السحر. وده بقى السحر ده اللي هو لو طلب ايه بينفذه له، لانه بيأتي باكبر انواع الكفر. يلبس المصحف في رجله، يدخل بالحمام، يكتب ايات القران اعزك الله واعز المشاهدين بالقاذورات ودم الحيض. تخيل يكتب القران بدم الحيض. دم الحيض ليس بعد الكفر ذنب يعني. يتوضى باللبن، يزني بالمحارم، يزني ببنته، يزني بأقرب المحارم ليه، خالته عمته. وطبعا بيبقى معاه جن ممكن بيؤثر على الحالة. يعني الحالات اللي مسحورة اللي بتروح، نسأل الله العفو والعافية، بيجي لي حالات والله يا شيخ محمد
يعني مش عايز، انا مش عايز اتكلم عشان المشاهدين بس، احنا بنحاول نعرف الناس قد ايه انت بتروح لهلاك كفر، وغير الكفر بتقع في الفاحشه والرذيل. والله العظيم نساء كتير وقعت تحت وقعت فريسه تحت هؤلاء الاوغاد بيختلي بيها، ودايما يقول للي معاها لا اخرج بره تسيبها لي لوحدها، معاه جن بيسيطر على الجن اللي معاها او الجن اللي موكل بالسحر يخليها في حاله اغماء ويزني بيها. وجالي حالات يا شيخ محمد نسال الله العفو والعافيه بتبكي ومنهارة. طب انت ايه اللي وداكي؟ انت من الاول عرفت ان الانسان ده قذر ووقح، انت ازاي تسيب زوجتك مع واحد لوحديها في غرفة؟ انت اصلا داخل المكان شكله غريب، انت من اول ما تشوف المكان شكله غريب انت ايه اللي خليك تخش وايه اللي خليك تروح؟ فمرة اروح لحالة الاقي لابسة لي لبس بيتي ولبس خفيف، انا استغربت الراجل بيقول لي يلا عم الشيخ عشان تشوف شغلك. يا جوزها شغل ايه؟ بقول لي عشان تعمل، ما هو كل الشيوخ بتعمل كده. قلت له بيعملوا ايه؟ قال لي بيكتبوا على 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 جسمها وحتت حساسه. قلت له اتقي الله يا اخي، قوم يا ست البسي عاق، اتقي الله. هو حد قال لك ان انا دجال ولا ساحر ولا مش عاوز؟ اتقي الله. انت ازاي تخلي تسمح لزوجتك، ازاي تسمح لزوجتك ان تعمل فيها كده؟ شيخ مين؟ هو ده شيخ؟ هو في ديننا حاجه في ديننا تسمح ان انت تشوف عوره امراه وتقول شيخ مين؟ ده احنا بنشوف مهازل يا شيخ محمد. الحاجات اللي سمعتها حاجه غريبه جدا ما تخيلتهاش، لك المراه يبقى ما بتنجبش، ما عندهاش انجاب، تمام مفيش انجاب، فتروح للدجال يقول لها لازم اكتب ايات على العوره المغلظه، والسفلي دايما يقول لها لازم انام معاكي عشان افك ومعمول لك سحر سفلي. طب يعني يا عم الشيخ، وبيتصل بيها كتير. وفي بقى نساء محترمه شافت حاجه غلط زي ما حصل معايا، بتتصل بي يا عم الشيخ انا معمول لي سحر سفلي وبتاع، ورحت للشيخ وقال لي ده معمول لك سحر سفلي مش هيتفك الا بالسفلي. ايوه يعني انا ببقى فاهم طبعا، بيقول لها لازم انا انام معاكي عشان افك السحر السفلي. وانا شايف ازاي قلت لها اوعي. اوعي. بتقول لي ده ماسك عليا وعرف، ما هو معاه جن بقى بيعرفه حاجات عنها. قلت لها اوعي تروح وما تخافيش مش هيقدر يعمل لك حاجه. اوعي اوعي تخافي ولا روحي صرحي زوجك قولوا له انا رحت لكذا كذا والراجل دوت طلب مني كده، عرفيه عشان يبقى فاهم، اوعي تروحي له. شوف بقى كم واحده بتقع فريسه على ايد هؤلاء الاوغاد، وهو في الاخر لا شيخ ولا يعرف عن حاجه عن الدين، بل كفر بالله واستهزأ بايات الله ووصل من الكفر ما وصل. فده اخطر انواع السحر، او دي طريقه اسمها الطريقه السفليه. في طريقه الكف، نرجع نكمل ونرجع تكفي بس بعد ما ناخد الاستاذ سيد معانا اتصال. واضح النهارده الاتصالات كتير يعني عشان الموضوع مهم جدا وحساس جدا، ان شاء الله اتصالات كتير يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل السيد. ازيك يا باشا؟ عايز اسال الشيخ ايمن ان شاء الله. اتفضل يا باشا. شيخ ايمن؟ معانا الشيخ ايمن، اتفضل. السلام يا شيخ. اتفضل حبيبي معاك. الله يبارك لك. انا متجوز بقالي 7 سنين دلوقتي. وكل ما اروح مصر بكلم مراتي كالعاده وحلو وتمام معاها، اول ما اجي هنا اول يوم بيبقى حلو، بعد كده مبقاش طايقها ولا طايق الكلام ولا العيال. معايا الموضوع ده بقاله 7 سنين. رحت لواحد قال لي ده عندك سحر ومس ومش عارف عندك واحده عاشقه والكلام ده، يعني اللي هو بتاع كلام الناس دي. طيب خليك معايا بس ما تقطعش، ما تقفلش المكالمه. لا مش هقفل معاك. وشي طيب، انت بتشوف زوجتك اثناء الجماع بمنظر قبيح؟ لا حلوه. حلو. المشاكل يلا. العاديه يعني، المشاكل اللي هي العاديه. المشاكل اللي هي العاديه. طيب. هي بتكلمني كلمه اشتغل لك كلام. هي بتشوفك بمنظر قبيح، بتشوفك في صوره وحشه يعني، بتقول مثلا انا بشوفك قرد، بشوفك زي الخروف، شكلك شكل الخروف، بشوفك وشك وش حمار مثلا. لا بدري ما بشوفش الحاجات دي، بس هي بتشوف، هي ليا في الاحلام كده بتشوف حاجات وحشه وبتقعد تصرخ بالليل كده. زي بقول لك مثلا اشوف ناس بتقطع بعضيها، اشوف واحد جاي عليا كده اسود شكله وحش، بشوف اموات، ما اعرفش الحاجات دي على طول يعني معاه. طيب انتوا بتصلوا ولا لا يا اخ؟ والله الحمد لله ما نسيب ولا فرض غفر لله. طيب الحمد لله. احنا بقى زي ما قلنا، احنا كل واحد يا جماعه راقي نفسه، كل واحد يكثر من الطاعات والذكر، اذكار الصباح والمساء يا استاذ سيد ما تركهاش، شغل قران في بيتك. كل المسلمين يا جماعه
مش عايزين طول النهار هو انت مشغل اغاني طول النهار ومسلسلات وفوي وي وبرامج، انت عايز ايه؟ ما هو الشياطين بينا في كل مكان، هتلاقيهم عاملين يترقصوا حوالين منك في الشقه. وزي ما قلنا هم اهم حاجه عندهم ان هم يفرقوا بينك وبين زوجتك، بيفضل يخلق مشاكل عشان توصل في الاخر تقول لها روحي او تقول لك طلقني، تقول لها انت طالق، هو كده ده اللي عايزه. فجماعة خلي بالك كده على طول. اخر ما تيجي تقول لك انا عايز تطلقني، يبقى يا عم سيد بيوتنا نخلي القران شغال فيها باستمرار. يا جماعه بيوتنا ما ينفعش نبطل تشغيل القران، الاذكار الصباح والمساء. انا شايف زوجتي مش طايقاني اقعد معاها بالراحه وارقيها وهي ترقيني، الرقيه اللي معروفه. في بيوت كتير بتبقى محسوده، ممكن يبقى السحر. في بيوت كتير بتبقى واخده عيني يقول لك ده شغال مثلا في مصر وايه والدنيا معاه حلوه ومزازاه وفلوس بيبقى عين، مش شرط يكون سحر. فالعين دي بتاثر على البيت، بتاثر على الزوجه، بتخلي الزوجه يبقى في مشاكل بينكم وبين بعضيكم. فاحنا يا جماعه نتقرب الى الله، والدعاء يا عم سيد الدعاء تدعي كده ربنا يهدي لك زوجتك، وهي تدعي لك ان ربنا يهديك ليها. وزي ما قلنا القران شغال في البيت باستمرار، اذكار الصباح والمساء، ويبقى في بينا جو الحب والالفه. لكن طول النهار البيت شغال فيه مزمار الشيطان وتقول لي طب ما هم عاملين يرقصوا حوالين ملك، هم حواليك انت مستنظر ايه؟ ما لازمه هتلاقي كل شويه مشكله، وهي تتلكك لك وانت تتلكك لها، وفي الاخر طلقني وانت في مره مع مره. طب روحي وانت. نسال الله يعني يحفظ بيوت المسلمين. مولانا وصلنا الكف، طريقه الكف. طريقه الكف. نعم. طريقه الكف زي ما بنشوف ناس كتير بقى بتتبعها، يقول لك افتح ايدك عشان يقرا لك الكف. نعم. او يفتح ايدك ويعرف بقى، يقول لك ده بيبقى معاه جن عراف. نعم. طبعا ما حد هو ما بيشوف حد يشوف غيره، يروح بيخبره باشياء حصلت للايه؟ للحاله اللي قدام منه. نعم. او الشخص اللي قاعد معاه، فلما يقول له حصل كذا وكذا وكذا التاني بقى يقعد كده يتوهم، يا ده انت سرك باتع. نعم. يا عم الشير هو ولا سر، دي مصيبه. نعم. ده راجل بيتعامل مع الجن. نعم. راجل بيتعامل مع الجن. شيخ ايه يا حبيبي؟ افهموا بقى واتقوا الله، ده مش شيخ ولا حاجه، لانه لا يعلم الغيب الا الله. نعم. الله واحد، اطلعك على شيء غيبيات حصلت لك، لكن هو المستقبل بيبنيه على اللي هو قاله لك. نعم. يعني دايما الدجال او المشعوذ بيبني لك اشياء على الحاجات اللي هو عارفها، واخد بالك؟ فبيقول لك على المستقبل كده ايه؟ تنبؤات. نعم. ما هو كده كده كذاب. فيبقى قاعد على ايده يا عم الشيخ وهو قاعد قدام واحد دجال. فدي طريقه الكف. في طريقه الاثر بقى. الاثر. نعم. واحد يروح لشيخ، يا عم الشيخ انا عايز اعمل لفلان او 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 او، يقول له هات لي اي حاجه من اثره، صوره ليه، شعره من جسمه، اي ملابس بيلبسها. لان ايه الحكمه وايه الغرض؟ الصوره عشان الجن اللي هيوكله بالسحر هيروح على الصوره بتاعته. ويعمل ما هو بص، كل واحد بيتعمله سحر لازم يروح للشخص ذات نفسه. ولما بيتعمل سحر بيبقى معمول بشخص بعينه، فانت عايز صوره ليه عشان الجن يروح على تاني الصوره. او الاثر من ملابسه، ان كل واحد سبحان الله ملك له عرق بريحه خاصه. نعم. فالجن بيشم ريحه العرق بتاعته، الفانله او المنديل او اي حاجه من لبسه، وبيروح على ايه؟ على الريحه عشان يلبسه. او يروح عشان السحر يتنفس فيه. تمام. فدي اسمها طريقه الاثر. يقول له اسم امه، يسال عن اسم امه، يسال عن مكانه، عن ابوه، دي اسمها طريقه الاثر. في طبعا في الطرق كثير، كل واحد من الدجالين والسحره ليه طريقه. نعم. هل الدجال هو الساحر هو المشعوذ، هل المسميات دي كلها نفس الشيء ولا تختلف؟ والله يعني هي كلها مسميات. الساحر يعتبر هو الدجال. وفي بعض الدجالين الناس اللي هي بتتعامل بالجن. نعم. يقول لك ده معاه خدمه. يقول لك مخاوي. مخاوي. لا اللي بيقول لك معاه خدمه. معاه خدمه. يعني ايه خدمه؟ ده بيخدمني في العلاج. ده بيساعدني. ايوه واحده واحده. بيساعدك ازاي؟ بيقول لي بيعرفني الحاله فيها ايه. نعم. ركز قوي يا شيخ محمد في الحته. نعم. دي وكل المشاهدين يركزوا يا جماعه، انا عندي علم، انا بقعد قدام الحاله بسال اسئله. نعم. ايه اللي بيحصل لك؟
بيقول لي بيحصل لي 1 2 3 4. كل سحر يا شيخ محمد ليه علامات. يعني مثلا سحر التفريق تلاقي المرأة مثلا تقول لك أنا بشوف زوجي بشكل قبيح أو العكس. في مشاكل باستمرار، لا هي طايقاني وأنا طايقها. بيحصل لي وجع في ظهري باستمرار وفي الركبة. بعرف أحدد إن سحر تفريق ده علم أهو. نعم عن طريق الأعراض. الله يفتح عليه عن طريق الأعراض. لكن اللي معاه الخدمة هو الخدمة بيقول ده معمول لها سحر كذا. معمول لها سحر كذا. ومدفون في الحتة كذا. أو اللي عامله لها كذا. لا طب أنا أتعامل بعلم. إيه اللي خليني أتعامل مع الجن؟ ويقول لك ده بيخدمني إن أنا بيساعدني في العلاج. إيه ده؟ إيه ده؟ الجن؟ يعني أنت بتستعين بالجن دون من دون الله؟ ينفع؟ ينفع يبقى عندي الملك، عندي الله اللي أنا المفروض أعلم الحالة أن الضر والنفع هو الله وأن الشافي هو الله، أروح أقول له أصل أنا معايا خدمة بعالج بيها؟ ينفع يبقى عندي قرآن وأروح أستخدم الجن في العلاج؟ يبقى إزاي؟ وهل الجن اصلا بيبقى صادق لما اقول لك فيه كذا وكذا والسحر مفهوم؟ الاصل في الجن الكذب. نعم. كما اخبرنا سلم الاصل في الجن الكذب. يقول لك اصل انا معايا خدمه، دول مسلمين، دول اتقياء، دول مش عارف ايه. انت شفتهم فين؟ هو انت بتشوفهم؟ هو اساسا ايه اللي خلى الجن ليه سلطه علينا او ان قوته بتبقى شديده علينا؟ ان هو شايفنا واحنا مش شايفينه. لكن هو ضعيف جدا، فانت بتشوفه فين؟ عرفت منين ان هو صالح وعرفت منين ان هو تقي؟ وي وي الشيخ محمد، في ناس كتير ذلت، زلت في الطريق. في الاول الخدمه تجيله اللي هي الجن ويعرض عليه يقول له ده احنا هنساعدك في العلاج واحنا معاك واحنا ربنا بعتنا ليك عشان خاطر نكون سبب في شفاء الناس. ممكن في اول فتره يمشي كويس معاه ويقولوا له حاجات فعلا بالفعل. لما يوصلوا المرحله ان يبقى كل اعتماده على مين؟ عليهم. يبقى ساعتها هو كان بيعتمد على مين؟ على الجن. لما تعتمد على الجن وبقيت وصلت في بقى، انا ليا اصحابي يعني ربنا يهديهم يا جماعه من الاول لا يجوز. بلاش يا عم ده انا فاهم وده الشيخ مش عارف الامام مين اجازها ومش اجازها، انتوا فاهمين غلط. وتبص تلاقي سنه اتنين تلاته وتبص تلاقي بعد كده بقى كل همه انه ما يعرفش يتعامل غير بالايه؟ بالخدمه. بالخدمه. لغايه اما الخدمه بقى تيجي تحط رجل على رجل الجن ويبتدي بقى يحط شروطه ويحط بقى المطالب بتاعته. ما انت مش هتعرف تشتغل من غيره. مش هتعرف تعالج من غيره. يبقى ساعتها هتركع له يا اما هتقع ومش هيبقى ليك اي قيمه ولا تعرف تعالج ولا تعرف تعمل. فالحاجات ده شيخ محمد نخلي بينها منها قوي يا جماعه. انا عندي قران وننزل من القران ما هو شفاء. القران 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 الاحاديث والرقيه. النبي صلى الله عليه وسلم اي واحد يجي ما تلاقيه بيتمتم بكلام مش مفهوم اعرف ان ده مش تمام. كل شغلنا قرآن واحاديث او رقية نبوية. احاديث نبوية للرقية. انا برقي نفسي بالاحاديث مثل زي ما ستنا عائشة كانت اخبرتنا بسم الله ارقيك سيد صلى الله عليه وسلم ما رقاه جبريل عليه السلام بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد الله يبريك او الله يشفيك بسم الله ارقيك. دي الرقية اللي معروفة. تقول لك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا يضر في السماء. كلها رقية من السنة. غير كده ما تعملش، ما تعملش مع حد. يعني مولانا تكلمت في موضوع خطير، موضوع الخدمة منتشر جدا. يعني كلها يقول لك ده فلان ده معاه خدمة، ده مخاوي، ده بيعرف مش عارف ايه، بيعرف ايه، ده يقول لك السحر مكانه فين من غير ما تقول له، يقول لك انت عندك كذا وكذا وكذا من غير ما تقول له. فعلا الموضوع ده منتشر بطريقة غريبة. يعني طبعا منتشر جدا جدا. عاوزين سريعا عشان وقت البرنامج للاسف مر بسرعه، عاوزين ايه هي الحصون اللي تخلينا في وقايه من السحر والاذى عموما، السحر والمس والحسد، ايه هي الحصون اللي تخلينا في وقايه من الكلام ده كله؟ زي ما قلنا قراءه القران باستمرار. نعم. تحصين بالاذكار الصباح والمساء. نعم. ونبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا تناول التمرات. نعم. الوتر على الريق وخصوصا 7 تمرات بتمنع اي سحر، بتمنع بفضل الله اي شيطان يكون له تاثير عليك. لان خلي بالك لما بيتعمل سحر الجن الموكل بالسحر بينتظر لحظه معينه عشان يدخل فيها جسم الانسان. يا اما لحظه غضب شديده، يا اما لحظه فرح شديده، يا اما على جنابه وغير طاهر، في اوقات معينه مش هيخش على طول. فانت طول ما انت محصن نفسك باذكار الصباح والمساء ابدا مفيش واحد هيقدر ياذيك،
محصن نفسك دايما كل يوم بالقرآن وورد القرآن يومي، محصن نفسك بالصلاة في الجماعة باستمرار، احافظ على صلاة الجماعة، احافظ كل يوم على السبع تمرات الصبح، وحافظ دايما على الوضوء باستمرار. لو حافظت على الأشياء دي والله أبدا أبدا ما يصيبك لا سحر ولا حسد ولا عين. كمال سعادتنا في ديننا من قرآننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لو انت لزمت القرآن والسنة أبدا والله ما تضل ولا هيجرى لك أي مكروه ولا سوء. كلام جميل جدا. للأسف وقتنا مر بسرعة، ما لحقناش نتكلم في الموضوع. طبعا احنا قلنا محتاجين حلقات كتير عشان نتكلم عن السحر. أحب نوع على السادة المشاهدين في نهاية الحلقة ما ننساش الحالة الإنسانية اللي توصلت معنا لعلاج الشاب اللي عنده إعاقة كاملة. اللي حابب يساعد الحالة يتواصل مع الشيخ أيمن المصري عن طريق رقم الخاص، وكذلك أي حالة تتواصل مع الشيخ أيمن مس أو سحر أو حسد تتواصل معه عن طريق رقمه. وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك الشيخ أيمن المصري ومحمد الزغبي وقناة الشيخ أيمن المصري على اليوتيوب. انتظرونا إن شاء الله السبت القادم تمام الساعة 8 صباحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.